حلوة اسمها سندريلا، مامتها ماتت وباباها جوز ست شريرة بتخليها تنظف الشقة. بعديها بقى كان في حفل، ففي راجل قال يلا الحفل جه، و قالت له لا انا عاوزة اروح الحفل، والست الشريرة قالت لها لا انت خلصي شغلك. وبعديها بقى خلصت وقعدت تعيط في البيت، فجتلها ساحرة طيبة قالت لها ليه بتعيطي؟ فقالت لها أنا عاوزة أروح الحفلة. فالساحرة قالت لها أنا همشي شعري وهجيب لك السقنيت وهعمل لك كل حاجة عشان تروحي الحفلة. فقالت لها 12، قالت لها ايه الساعة 12؟ فن السندريلا راحت للحفلة، فبصت على الساعة لقيت الساعة 12، فجريت جريت للبيت، فوقع لها جسمي. وبعديها بقى في راجل دور على شوز ولقى شوز، فاداها الضابط بتاعه، فالضابط بتاعه رن على الجرس بتاع سندريلا، فسندريلا قالت مين؟ قال الشوز الرسمة. فرح سندريلا فتحة ضابط قال ده الشوز بتاعك؟ قالت اه. فبعديها اتجوزت أمين.